السلام عليكم ورحمة الله. أولا وبادئ دي بدء أشكر الإخوة المنظمين لهذا المهرجان الثقافي الأول للثقافة الأمازيغية الذي تنظمه جمعية الأصدقاء الثقافة والرياضة بمدينة تيفلت، وأشكر باسمكم جميعا كصحافة محلية ووطنية الأخ عبد الغفار بن علال مدير هذا المهرجان الذي يعمل دائما جادا وبدأب من أجل إنجاح تظاهرات ثقافية بمدينة تيفلت وداخل الإقليم. سررت أيما سرور لدعوتي لهذا المهرجان الذي لاحظت فيه أن هناك يعني حرارة لقاء بين فنانين من المنطقة، فنانين كبار أعطوا شيء الكثير للأغنية الأمازيغية وللتراث الأمازيغي. وأيضا هذا المهرجان هو لبنة ضمن اللبنات التي تعرفها مدينة تيفلت فيما يخص التنمية الثقافية والفنية. المهرجان يعني عمل على إبراز أيضا مجموعة من طاقات شابة بمدينة تيفلت، وكان حضور متميز لفنانين يعني قدماء أعطوا للأغنية الأمازيغية الشيء الكثير. شكرا لكم.